اليوم معز مشرفية كان هو رجل مباراة، كان نحى برشا يعني أهداف، وكان هو معنا يقبل في الأغلاط اللي كانت تصير قدامه، يعني كسوة من الديفنسور من ميلو التيران، كان تصدى لعديد من الأهداف وخلى أصحابه يعني في المباراة، وكان هو يعني 70-80% ترشح اليوم جاء عن طريق معز مشرفية من التصديات الحاسمة من الرجل اللي عنده اليوم وراها، وعدها للديفنسور. تعرف هذا عند جارديان راهو يبدأ اون فورم، راهو اوتوماتيكمون راهو الملاعبية تفيق، راهو تدخل في اللعبة. إذا عند جارديان نقول واحد نص الباس، حتى الملاعبية راهو تلاشي شوية وتولي تخمم يعني في الجارديان، وتولي انت بيدك ماش كونسونتري، تولي كونسونتري على الكرة، كونسونتري كلما الكرة تخطى عند الجارديان، اسكو الجارديان تاعك يغلط ولا لا. اليوم معز كان بصراحة أسد في الكاج، كان خلى الملاعبية اليوم في الطرح، معناها اختارف راهو اليوم كان دخل البونت وراه في مازمبي وبالظروف هذيك الكل، والترجي مؤخر معناها براتيكمون يلعب في الديزو متر تاعو، معناها هدف ثاني جي راهو بالضغط هذاك بالحماس باللونفي تولي عند مازمبي بالشحن تاع جماهير تاعها، راهو الثاني نقولوا احنا يجي، وعشان هذا فراس الترجي يحاسب اهداف ويسجلوا يسجل اوتوماتيكمون الثاني. اليوم معز بصراحه عمل مباراه تاريخيه، عودنا رجعنا المعز نتاع 2011-2012 وقت البريود معز ما طلع جوستومون باش نقول لك نفس السؤال، رجعنا بالطلعه نتاع معز بن شريفيه، ينجم الماتش هذا يرجع كونفيونس لمعز، خاطر ممكن البريود الاخرى خسر مكانه كاساسي، فقد شويه كونفيونس، ينجم يرجع الماتش هذا معز. شوف سلام، انا معز بصراحه صاحبي ولعبت معاه يعني في الترجي الهذي التونسي ونعرف الامكانيات اللي عنده. انا عمري ما انسى مباراه ضد الوداد نهائي، لما وقتها فابريس اونداما كان انفرد يعني معز بن شريفيه، وسمح معز وقتها في ربع ساعه الاولى زوز ثلاث اهداف، وخلى الترجي الهذي التونسي منذ منا في المباراه، وبعدك افول سجل هدف تاع اليوم تاع الانتصار. اليوم بصراحه نفس يعني المباراه اللي قدمها معز كانت كبيره برشا، ذكرتني يعني بالفينال اللي لعبوا امام الوداد، وخلى يعني الترجي التونسي في المباراه قام مباراه كبيره. اليوم معز بصراحه يستحق المكان اللي هو فيه، ويستحق الرقم واحد في الترجي التونسي في اللي قدمه اليوم، معناها خاطر تعرف كونكورونس بينه هو ورامي جريدي، الحاضر هو اللي يلعب، اللي وراه معز اليوم نقول انا اكثر من اللي وراه رامي جريدي في المباريات لعبها الكل بصراحه. خلي كل واحد ياخذ حقه، على رامي جريدي اليوم بصراحه لازم يعاود يخدم ويعاود، نقولوا احنا ننتظر المكانه نتاعو، خاطر معز نتونا اليوم بالمباراه اللي قدمها باش يكون هو الحارس رقم واحد في الفينال وفي جل في جل المباريات القادمه. تقول لي انت يعني رامي كيف زاد رامي ان غرون غارديان، لكن اليوم في الاسبيرونس الحاضر هو اللي يلعب واللي قدم الاضافه هو اللي يلعب واللي ينحي اكثر اهداف واللي يخلي ملاعبيته واللي يخلي الترجي التونسي في الكورسه نتاع المقابلات هو اللي يعني اجدر بحراس المرمى. دونك تشوف معز فك بلاصتو توا رجع اساسي نقولوا بيان سور، حارس يهزك الفينال شامبيونز ليغ من في ملعب صعيب امام مازمبي، وشفنا يعني الفرص اللي كانت حاضره وشفنا يعني البريستاسيون اللي عملها اليوم، انا نقول بنسبه 90% معز بن شريفيه هو باش يوصل حراسه الشباك في قادم المباريات، ومستحق يعني، حتى ما عمل عليه مزيه وحتى حد، خاطر اثرت مومون معز كان فقد الثقه وفقد زاد ثقه الاحباء الترجي التونسي، وكان دخل في نوع في فتره نوع من الشك، وبصراحه خليني نقول لك ما رحمه حد وقتها. زاد اليوم بصراحه لازم ياخذ حقه الحارس، خاطر في وقت من الاوقات كنا نقول نقدناه، كنا كل يعني طالبنا باش معز يمشي يرتاح شويه يراجع روحه. اليوم معز كان اسد، اليوم كان معز كان حاسم، كان رجل مباراه معناها بشهاده الجميع، وما عمل عليه حتى مزيه، واليوم يستحق بصراحه حراسه الترجي اليوم.